تفضلوا. مسعود. انت من اليوم نام فوق. انا لا شانم لا فوق ولا شانم تحت. واي. اسمعي يا بنت الناس. انا جوك هنا موظف اشتغل. ما جوكش اتزوج. اللي بيني انا وانتي عمل. وانا عارف فعلا اني تمثيلي وعوض ما كذبش. وبعد ما غنبش داعي تصيحي فوقه. هل العروس حصل والتمثيلية حصل واكيد يصير خبر لراقي. خليني شارح لي السراح بعد عملي والسكن شو سكن لي بالعمل ولا شو سكن بجنب العمل. اهم شيء ما يجيش عوض ولا غيره يمرمط بي. انا اتفقت ما انت اشتغل بفلوس وانت لازم يكمل للاخر. اكمل الشغل؟ انا اسف والله انا ما ارضيش على نفسي اكون مرمطون. يضحكوا علي حتى الخدم والناس كلهم قام دارين بالتمثيليه. انا لو انا داري ان الناس قام دارين بالتمثيليه كلهم ما كنتش اوافق من مره. انا اقولك انت اطلع فوق واني مش يرضي لاي حد يمسك كرامتك او كرامه اي شخص هنا. يعني تمثيليه ايش في مسعود؟ ايش فيك الباري؟ ما في حد ممكن يعرف. انت في نوم فوق. جيب ملابس انت واطلع فوق. اخذ ملابسي انا؟ كيف اخذ ملابسي وانا رب البيت؟ ملك كيف؟ اللهم طولك يا روح. ربي صبر صبر. صبر صبر ولا القحملية؟ ملا ملا علشان التمثيلية تمشي صح. اوكي. شاكيل؟ شاكيل! انت جيب ملابس مسعود. طلع فوق. اوكي؟ مسرع. معصود؟ ايش هذا الكلام كذا ما فدوه ما ينفع. منو معصود؟ انا اتكلم معك كلام كذا ما فدوه ما ينفع. انت مش عليك هذا الخبر، وبعدين انا ما غلطتك على حد لما يجي عوضي هين كرامتي. بس هذه فدوه ما يرام هذا يشوف بس وجه ملايكي، هذا ما يرام هذا ممكن يضرب انت ممكن يروح انت في 60 داهية. ما ينفع كذا، لازم يعرف كيف يتكلم مع هذه فدوه، هذا يشوف في راجبه. خلاص اخذ السوق خلاص راجل فلس. ليش تاخر انتم؟